الرحمن الرحيم. وهون بعد ما عجلنا العجينات ظبطناهم وقطعناهم بطريقة اللي بدنا اياها على الحجم المميز اللي بننتظره، بنرق العجينات. طبعا يا جماعة الخير، أكلة مثل هذه بدها الخبز يكون صح، لأنه هو سر نجاح الأكلة. لازم يكون الخبز العربي الصحيح، لأنه عندنا هنا في اليونان الخبز الموجود مش يعني بعيد كل البعد عن الخبز العادي أو الخبز الصح. هنا مثل ما أنتم لاحظين عم نخبز بالخبزات على المقلاة بالإمكانيات المتوفرة والموجودة، بتطلع أحلى أكلة وأحلى خبز. يا سلام، شوف هالخبزات ما أحلاهن، إشي بيفتح النفس. هنا اللحمات بعد ما جهزناهم وعجناهم وزبطناهم بشوية ملح وبهارات، فوحناهم بالتونسي، جهزنا السياخات مثل ما بقولوا فلسطيني. في عندي فحم، فقررت اني اشويهم بالفرن. وهيك طلعوا جاهزين الفرن، ومية صحة وهنا على قلبي وقلب كل واحد بده يجرب هالأكلة. قطع الليمونات، السلطة طبعا بقدونس بصل مع طماطم، سلطة رهيبة. بنزين الصحن لأنه بالنهاية العين هي اللي بتوكل مش المعدة. بنرصهم بطريقة مرتبة هيك، وبنكون جاهزين لأحلى عشاء وأحلى أكلة. ولا تنسوا أكيد سبسكرايب، اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشير لو سمحتوا. شكرا لكم، بيسعد أوقاتكم. شوية لحمة مع الخبزات اللي خبزناهم، هريسة عربي، هريسة تونسية مع السلطة.